بره في منطقه ماده هلاميه تلاحظوا لونها شفاف شوي، هاي هي الكيكردات دوكو، تمام؟ هاي هي الغضروف. طيب ايش صفاتها، ايش مكوناتها، كله رح ندرسه ونعرفه بهي الفقره. طبعا تمام، في حدا عم يسأل ما بلش الفقرة. تمام، تسجيل الأستاذ أسامة عم يسجل. عم بيقولوا لنا الكيكردات دوكو، الغضروف، النسيج الغضروفي، ايش انواعه رح ندرسهم، تمام؟ لكن قبل ما ندرس انواعه في معلومات عاديه لازم نعرف عنه. عم بيقولوا لنا هلا هو هيك رسمه، تمام؟ هذا وقت بيبحثوه بالميكروسكوب بيلاحظوا هيك شكل الخلايا، هيك بيكون موجود الهجره لاير عنده. طبعا هذا غير هذا، رح ناخذ انواعه. هن ثلاثه الكيكرداك، ايش هن؟ الهيالين كيكرداك، الاستيك كيكرداك، فيبروز كيكرداك. اسمائهم شوي صعبه، طبعا هي اسماء لاتينيه اجباري رح نتعلم عليها بالتكرار، كل شيء واحد ممكن يعني يحفظها بتكرار الاسماء كذا مره بيمشي الحال. عم بيقولوا لنا اول شيء ايش صفاته، اهم شيء الكيكرداك اكيد ما له مثل الكيميك. الكيميك هو انسيرت، هو سكو باغدوكو، هو كثير صلب، تمام؟ بينما الكيكرداك هو مايل مرن اكثر، سهل الحركه فيه اكثر، فبيقولوا لنا ضيانقلي يعني مقاوم، تمام؟ اسنيك مرن كثير، بيردوكو اولان كيكرداك دوكو دا كان دمارلاري في سينيرلات بولوماز. معناتها اللي بيفرق عن الكيميك، اذا بتذكروا بدرس الكيميك حكينا عن السكر والثاني واللي هو سونجارينسي باغدوكو او كيميك دوكو عفوا، حكينا عنهم هدول انه واحد مثل الاسفنجي والثاني هو الصلب الكذا فيه قنوات سميناهم هابريس، وقلنا بيمشي فيهم كان دمارلاري وسينيرلات فيهم اوعيه دمويه واعصاب. لكن هون بالنسبه للكردك دوكو ما فيه لا كان ولا سينير لاف، تمام؟ لا كان دمار ضروري ولا سينير لاف. هاي اول شيء بيميزه الكيكرداك عن عن الكيميك. الشغله الثانيه انه هو هذا ديانقل وهو عباره عن مرن اكثر، فسهل حركته اكثر ومشاك اكثر يعني لين اكثر. هجرلارين بس انمسي برضه تضم ديفيزيون اليه ساغلانر. طب شلون تتغذى؟ طب اذا ما فيها كان الغذاء وين بيكون؟ عن طريق كان دمارلاري. طبعا بقول احنا ما فيها كان دمارلاري وهي جانلو يعني بحاجه لبس لما بحاجه للاكسجين بحاجه للخليه بحاجه لكل شيء، كل مثل تقوم بوظائفها يعني بتقوم بوظائفها عن طريق ايش؟ بتعرفوا ايش هو الديفيزيون؟ هل سمعان كلمه ديفيزيون؟ لا. كانه ايش هو الديفيزيون؟ عم بيقولوا لنا في عندي بعض المواد هي كثير صغيره تقدر تعبر من خليه للثانيه، تمام؟ هدول اخذتهم بدرس السنه الماضيه او كذا بس بجوز نسياني. في عندي مواد وقت بتاخذوا التميل بلا شكلار بتلاقوا البروتين بيقولوا عنه هو بيوكيا بلي اورجا بلا شكلار. ليش؟ انه هي كثير كبيره فهي ما بتقدر تعبر عن طريق الخليه، لكن في مواد صغيره ممكن تمرق كثير صغيره. شلون بدي اشبه لكم اياها؟ المي مثلا وقت بنحطها بمصفاي رفيعه مثلا او ايش بدكم تسموها، سموها هيك شيء فيه ثقوب، تنزل المي قد من كانت ثقوب صغيره بتنزل المي. بينما حطوا لي مع المي مثلا عدس فطلعت والعدس راح يضل بقلب السله وراح ينزل المي. هلا هذا هو الديفيزيون. الديفيزيون ايش هو؟ هي شلون عم تمرق، هذا لنفرض الاول هجره وهي الثانيه، تمام؟ شلون عم تطلع الماده من الاولى من اول وحده للثانيه عن طريق الزار، عن طريق الغشاء، تمام؟ عم تمرق بكل سهوله هي المواد. هذا ايش بنسميه؟ طبعا المواد لازم تكون كثير صغيره فبتقدر تعبر لثاني طرف. فهيك عن هذا عن هاي العمليه اللي اسمها ديفيزيون، تمام؟ بتتغذى الكيكرداك دوكو انه بتعبر هدول المواد اللي بدها اياها المواد الغذائيه لوين؟ عند قلب الخليه الثانيه اللي هي الكيكرداك دوكو فتتغذى، لانه اصلا ما عندها كان دمارلاري فبتتغذى عن هاي الطريقه. ديفيزيون المثال الثاني عندنا هو نفسه وقت البودران او العطر او كذا، فبتلاحظوا بتضغطوا كبسه صغيره بتطلع جزيئات كثيره لبرا، يعني هو العطر او ممكن دودران على شكل غاز او هيك. فبنلاحظ هاي العبور هاي شلون طلعت الجزيئات الغاز لبرا، هذا بنسميه ديفيزيون، تمام؟ كمان الديفيزيون كمثال ثاني له لحتى تترسخ بذهنكم ايش معناها، هو معناته النفوذ، انه شيء عم بيعدي من وسط للثاني. فوقت تحطوا قطعه سكر بالشاي ايش بيصير بالسكر؟ تنحل بقلب الكاسة الشاي، او مثلا ملونات ممكن بفرجوكم كثير على اليوتيوب، مثلا وعاء فيه مي مثلا بفرجوكم شلون عم تختلط المواد بقلب المي شلون عم تنتشر. هاي انتشار بتكون نقطه، هي بنلاحظ هاي النقطه انتشرت على كل الوعاء على كل المي، هذا بنسميه الديفيزيون، تمام؟ هو العبور. طيب هو على كل حال ما درسنا بس انه نعرف هي ايش الديفيزيون لانه رح تمرق معكم كثير لبعدين. اتك ماده لير ده اي شكل ده كانا جتشر
كمان بنفس الطريقه مثل ما حسنت المواد تدخل عن طريق الديفيزيون لعند الدكتور داكو، كمان الاتقلار المواد اللي بدها تطرحها وتخلص منها الماده مثلا الكوكر داكو جريسي، كمان بتقدر عن طريق الديفيزيون ترجع تتخلص منها. كوكر داكو هدري لارينا. طيب هلا هون شو ممكن تجي؟ بيقولوا لكم ايش هي الخليه اللي بتعبر لي عن الكوكر داكو، بسموا لي اياها كوندرو اوسيت اذا بتتذكروا. في عندي لكل مثلا نيورون قلنا هو النيورون ايش هو؟ هو السينير هدريس. طب الكرداك هدريس اسمه كوندرو ايست كوندرو سيت او اوسيت اذا بتكون اياها كوندر اوسيت او كوندرو سيت. كوندرو سيتلار بير كابسولات بير ليبيوت بير ديكلي هدريلاردر، انه خلايا كبيره كمان على شكل كبسول. الكبسول ايش هو بيقصدوا فيه؟ رح اشبه لكم اياها ب كبسول حبايه اللي هي بسموها كبسول حبايه الدواء. نفس الشيء هون بيقولوا الهدرلاريا على شكل كبسول هيك بتحسوه على شكل دائره مغلقه تمام في بقلبها تشكل ديك، فبيكتشك الديك اللي فيها نواه كثير كبيره هيك شكلها بيطلع على المشهد. طبعا فكر داك دوك منون ارى ماده سيسه كوندرين الماده ارى ماده ايش هي الارى ماده؟ هي هي الموجوده هون بين الهدرلار، هاي المادة هي كلها هون اللي عم بيسبحوا بقلب الهدرلار بنسميها أرا مادة، المادة البينية الموجودة بين الهدرلار اسمها كوندرين تمام؟ هاي الموجودة باللون الفوشيا بالرسمات الثلاثة. طبعا أرا مادة دي كولاجين بإلاستيك لفلارير أضر، الفلار هي الألياف تمام؟ نوعين من الألياف هي يا أما إلاستيك يا أما كولاجين رح ندرسهم هلا. فكر داك دوكو هدرلار أرا سماد دلار دا ير ألان لفلارين يطمى في دوزينين غريه يالين فكر داك إلاستيك كوكردك و فيبروس كوكردك وما بزرق يتشي آيرلر. عندي معتا ثلاث أنواع من الكوكردك. عم بيقولونا إيش هنن؟ هنن عبارة عن الإلاستيك، هلا رح ناخدهم بالتفصيل وإيش فرق بين الأولى والثانية. هلا بالرسمة مبين الشكل بيختلف عن دراسته، فأكيد وقت اللي بيشوفوا الرسمة الأولى خلص بيقولوا هذا هي يالين كوكردك. الخبراء اللي بيعرفوا وحفظانين شكلهم، هلا لو المدرسه مثلا بيعلموكم لازم ترسمون حتى، فبيطلبوا منكم رسمي حتى لو انه في اسئله او هيك، فبيقول لكم شلون رح ترسمون الفرق بيناتهم، ممكن يطلبوا الرسم، بس هلا بما انه هيك رح نتعلم بس المعلومات عنهم. هيالين كوكردك، هيالين اسمه ما له ترجمه، هيالين امور قلالارن امبريو دونامين ده اسكيلت يابسني هيالين كوكردك اولوشترور. عم بيقولوا لنا الاسكيلت يابسي تمام، اسكيلت يابسي ايش؟ انه هو الجهاز الحركي تمام، الحركي الهيكلي اللي عندنا اللي هو عباره عن مؤلف من ايش؟ من العظام والعضلات سوا. بمرحله الجنينيه تمام، بالمرحله الجنينيه امور جلارن، امور جلارن مين هن؟ الفقاريات اللي عندهم عمود فقري هن مثلنا نحن، وفي حتى انواع بعض الحيوانات المتطوره عندها كمان عمود فقري فبنسميها امور جلار. هذول بالمرحله الجنينيه بالنسبه للفقاريات تمام، الهيالين كوكردك ايش بيشكل؟ اللي هو بيشكل بنيه الجهاز الهيكلي كله. فمعناها اذا قلت لكم جابوا لكم مثال جنين ببطن الام تمام، بالنسبه للانسان يعني ببطن الام بتقولوا لي الاسكيلت يابسي اللي له الجهاز الهيكلي اللي له ايش هو؟ هو عباره عن هيالين كوكردك تمام. بعد الولاده بيتحول فورا بيتحول لشيء صلب اكثر، بيتحول الى كيميكلات كيميك. طبعا هذا كله بقدرة رب العالمين، فبتلاحظوا انه اول شيء بتكون العظام كثير طريه. ايش معنى هيالين كوكردك؟ هو عباره عن غضروف، معناتها ما كان في عنده شيء عظام اسمه عظام ببطن الام، لهيك بتلاحظوا هو متكيف انه عايش بعايش بجو خاص فيه تمام. وقت اللي بيطلع لحتى يتكيف مع البيئه المحيطه فيها اللي نحن هلا عايشين فيها عن طريق فورا بس الهواء، بس لامس الهواء جسمه فورا بيتحول الكوكردك اللي كان مشكل له عظامه والعضلات اللي عنده بيتحول لعظم قاسي تمام، وبيعطينا بنشوفه مثل ما بنشوف الطفل بعد ما بيولد مثلا، فبيطلع خلص تقوى عظامه وكل شيء. فجأة قرص أرما ديس كولاجين لفلر، قلنا يا اما تكون الاستيك يا كولاجين. عم بيقولنا الهيالين معناتها الأرما ديس ايش عندها هي؟ عباره عن الكولاجين. ارجين بريلر ده هيالين كوكردار كابورغا وتشلارندا. طيب هلا وقت حكينا هون على الامبريو دونيمي مرحله الشو مرحله الجنينيه. طيب المرحله بعد البلوغ او بعد خلص نحن كل هلا نحن قلت لكم وين موجود الهيالين كوكردار، وين موجوده عندنا؟ عم بيقولوا لنا كابورغا وتشلاري يعني الاضلاع. بتلاحظوا الضلع لحتى يرتبط بالضلع الثاني والضلع الثاني يرتبط، هن عندنا كثير اضلاع صح؟ هدول الاضلاع مثلا شلون عم يرتبطوا ببعضهم؟ اكيد مو عظم
يعني موجودين هيك بس عظام لحالهم، في شيء عم بربطهم، عم بربطهم هو الكيكرداك. ايش نوع الكيكرداك الموجود عندهم؟ هو عباره عن هيالين كيكرداك، تمام؟ صندوق بورسون، بورسون ده انبوب اللي بنسميه احنا او قناه تبعيد التنفس، قناه التنفس وقت اللي بيدخل بعد الانف وين بيروح؟ على الصندوق بورسوف الهواء، صح ولا لا؟ هاي المنطقه مؤلفه من غضروف اسمه الهيالين كيكرداك، تمام؟ وزوم كم كلارين اكليم باشلرن ده اكليم هو المفصل. فرؤوس العظام الطويله هي اللي اخذناها من عظم الفخذ وكذا، الموجود فوقه هذا الكيكرداك الموجود هو عباره عن هيالين كيكرداك، تمام؟ بروندا الانف، بنلاحظ الانف شكله هو مو عباره عن عظم طري، ممكن كلياتنا ممكن نحركه، صح ولا لا؟ لذلك هو مو عظم، احنا بتقولوا طبعا قسم منه عظم، لكن الخارجي منه هذا اللي احنا بنقدر نحركه هو عباره عن كيكرداك. النوع الموجود كيكرداك الموجود فيه هو الهيالين كيكرداك. برونش لاردا هي البرونش الاكياس الموجوده بعد بالرئتين، تمام؟ كمان مؤلفه من ايش؟ حويصلات، هي من مؤلفه من هيالين عفوا كيكرداك. طيب شوفوا بتلاحظوا كثير امثله عن هيالين كيكرداك. طيب اذا رحنا درسنا الثاني، القسم الثاني الاستيك كيكرداك، الاستيك هو النوع الثاني من الكيكرداك. طيب بنلاحظ انه الالاستيك از راسلان بير كيكرداك تشي ددر، يعني موجود بكميه موجود بعدد يعني تعداد وجوده بجسم الانسان كثير اقل من الهيالين. لاحظنا الهيالين كثير كثير ممكن اضربه انه موجود هون موجود هون موجود هون، بينما الالاستيك لا موجود بنسبه اقل. هجره ارامادي الالاستيك هونيك ايش قلنا؟ كولاجين ليفلار، تمام؟ معناتها الفرق بين الهيالين، هيالين ايش الارامادي الموجوده عنده؟ هي كولاجين، بينما الالاستيك من اسمه نفسه الاستيك ليف ليفلار، تمام؟ معناتها موجود عنده الاستيك. ايش معناتها الاستيك؟ هي مطاطيه بيقولوا فيها، مطاطيه معناتها كثير مرنه الاستيك. طيب عم بيقولوا لنا ايتيريندن بكولابيلمه زليندر، بكولابيلمه بيقولوا فيها انه تقدر كثير مرينه، تقدر تتحكم فيها على كيفك، مثل ايش؟ مثل المثال يعني وين موجوده؟ كولاكي تشيس اللي شايفين الاذن من برا، هاي موديل الاذن، تلاحظوا انه هي عباره عن كيكرداك لكن كثير مطاطيه، ممكن نحركها شلون بدنا، صح ولا لا؟ ف بيسموا لي اياها كولاك كيتشيس، هي نوع من انواع الالاستيك كيكرداك، او هي موجود فيها الكيكرداك الموجود هو الاستيك. كولاك يولو طريق السمعي الاذن اللي بيوصل لي بعدين بيعطيني الغشاء، تتذكروا كولاك ضرب اللي حكينا عنه بدرس الكولاك، وحكينا عن دو اورجان ضرب، كمان هذا مؤلف من ايش؟ او بيدخل في تركيبه الالاستيك كيكرداك. كمان اوستا كيبوروس سوندا بولونر، فلاحظوا هدول ثلاث شغلات غير موجودين بالكولاك، بس موجود الالاستيك هالمثال اللي عطونا عليه، فكثير محدود نسبته كثير تواجده قليله. طيب جينا على الفيبروز، فيبروز بظن فيها كلمه فيبرو او هيك، هي عباره عن الياف، تمام؟ طيب عم بيقول لنا فيبروز كيكرداك امورلار ارسندا ديسكلير ده بين الفقرات، الفقره زندع الثانية، تمام؟ بالعمود الفقري من الامور لار يعني، ما بتكون موجودة عظم مستند على عظم مستند على عظم، هي بحالات الديسك او بحالات الامراض بيقول لك عنده انزحاح بالفقرة المدري ايش الثالثة الرابعة الخامسة الى اخره، او عنده الغضروف متآكل. ايش قصده الغضروف متآكل؟ يعني هذا الكيكرداك اللي موجود بين الفقرة والثانية، تمام؟ نتيجة الضغط الطويل، ممكن جلوس خاطئ، ممكن العمر، ممكن لاسباب مرضيه ثانيه، تمام؟ ايش بيصير بالكيكرداك؟ بيتاكل، فايش بيصير؟ العظم بيحتك بالعظم الثاني لانه الفقرات فوق بعضها موجوده، هذا بيسبب كثير الم. ليش؟ لانه عم بيسمح الكيكرداك عم يسمح للاعصاب تعدي بسهوله، معديه بين الفقره والثانيه، لانه اصلا ايش بقلب العمود الفقري؟ ايش بقلبه؟ النخاع الشوكي، الامور اللي ليك. طيب هلا هذا النخاع الشوكي طالع منه سينير لار، صح؟ هذا النخاع الشوكي لنفرض طالع منه سينير لار، من وين؟ من بين الفقرات. طيب هاي الفقره الاولى لنفرض والثانيه، طبعا الرسم كثير سيء بس انه اللي بدي اياه انه تفهموا الفكره، هون في عندك كيكرداك، تمام؟ هذا الكيكرداك تاكل، فهذا الحكي بسبب كثير الم لانه العصب رح يضغط عليه العظم فرح يسبب لي الالم الموجود. فعم يقولوا لنا المثال عن الفيبروز كيكرداك هو الموجود وين؟ بين الفقرات. ديز كاباغندا، ديز ايش هي؟ الركبه، تمام؟ كمان بمفصل الركبه الغضروف الموجود هو عباره عن فيبروز كيكرداك. وزون كم كلارين اكلامير لارين دابولونور، كمان وين موجود؟ بمكان المفاصل، موجوده بالاذن كم كلار.
يعني بالعظام الطويلة، كمان موجود الفيبروز كرداك. كثير من الكردات واللي هو فيبروز الكردات انه موجود بين الفقرات، موجود بالركبه، مفصل الركبه، موجود بال اذن كينكلارين اكلاميير لارينجن، مكان المفاصل بالعظام الطويله، هذول كلهم موجود فيهم الغضروف اللي اسمه فيبروز كردات. طبعا هجاء ارامات ديسيتوكنيكا كولاجين، معناتها الكميه الاكبر الموجوده هون ايش اسمها؟ الارامات ديسي هي الكولاجين، يعني مثل قريب من الهيالين، لان الهيالين ان الارامات ديسيل عنده كمان كولاجين، بينما بالنسبه للالاستيك هي الاستيك ليفلري بالنسبه للالاستيك. اذا قارنا بين هذول الثلاثه، فالكولاجين من صفاته انه هي كثير مقاومه لمين؟ ضغط، يعني لو تعرضت الركبه للضغط القوي او وقعه اليمه او كذا، بنلاحظ انه نتيجه وجود هذا الغضروف فبيحمي الركبه وعظام الركبه. لهيك بصنجا فيتشيك مي كارشتشوف جرينش لدر كثير مقاومه للضغط او للسحب او لاي شيء تتعرض له الركبه، او مثلا الامورلار الفقرات او هيك او الى اخره يعني. طيب هاي بالنسبه للكوكرنك، حدا عنده مشكله؟ كان عنده سؤال عن الكوكرداك. أخذنا ثلاث أنواع، إلاستيك، فيبروز، والهيالين. ما في حدا كأنه عنده مشكلة، رح أكمل بالفقرة اللي بعدها واللي هي الإكلملار بيتشيشيتلري. إكلملار بيتشيشيتلري، طبعا هون بهي الفقرة رح ندرس إيش المفاصل، من إيش بيتألف المفصل. نعرف شغلة، أول شيء إيش هو المفصل؟ الإكلام، كلمة إكلام هو اللي بيربط لي هو ايش المفاصل او الاكلاملار، هي بتربط العظمين مع بعضهم. تمام، فعم يقولوا لنا بتعريفه كمي كلارين بير بير لريلي باغلون تو كوردوغو باغدو كويلا ارتلو بولجالاري اكلام دينير. اكلام معناتها هو المفصل، من ايش مؤلف المفصل؟ ما له من كيميك ابدا ولا كرداك، هو عباره عن باغدو كو. تمام، باغدو كو هو منطقة مغطاة بالخارج من ايش؟ من باغدوكو اللي هو مسمين احنا نسيج اسمه باغدوكو، يعني باغ وكيميك دوكو كان دوكو الى اخره. هذا هون موجود بالاكلاملار بنسميه باغدوكو، وظيفته انه يربط العظمين مع بعضهم. تمام، طيب عم بيقول لنا ثلاث انواع في عندي، حكيت عنهم في الدرس الماضي بسرعه كان بالبدايه، قلنا انواع الاكلام اوينار اكلام يارو اوينار اكلام والاويناماز اكلام. ايش بيفرقوا عن بعضهم؟ من الاسم اوينار يارو اوينار اويناماز. الفرق انه الاويناماز اكلام يعني ما بيتحرك ابدا، هو عديم الحركه ثابت. يارو اوينار يارو اوينار بيتحرك لكن حركته كثير محدوده. تمام، بيتحرك ممكن لجهه او لجهتين او يعني لكذا درجه، ما بيقدر مثلا يدير 180 درجه، لا ابدا. الاوينار اكلام هون اللي بيتحرك بشكل كامل. طيب امثله عنهم بين من الرسمه، هون القفطاس الجمجمه مبينه، عظام الجمجمه مرتبطه مع بعضها عن طريق ايش؟ عن طريق اكلام، لا عن طريق مفاصل. طيب الاكلام الموجود هون بيكون اكيد ثابت، اويناماز اكلام، ولا مثلا عظمه تطلع وعظمه تدخل يعني اكيد مستحيل، فهون بنسميها الاويناماز اكلام، بينما اليارو اوينار اكلام هي الموجوده وين؟ مثل ما يكون شايفين هون بالعمود الفقري بالامورجا. تمام، بين الامورلار في عندي اكلاملار، بين كل امور امور والثانيه، بين كل فقره والثانيه. هون هدول بيتحركوا، لكن هلا نحن بنحسن نحرك ظهرنا مثلا، لكن بنسبه معينه ما خرج كثير نحركها بطريقه والله انه نفتل مثلا 180 درجه، بينما مثلا بتلاحظوا على الرقبه مثلا ممكن ندار بكل الاتجاهات، طبعا مو لورا، لكل الاتجاهات يعني بزوايا منيحه يعني مقارنه بالظهر مثلا بالفقرات الموجوده بالظهر. هلا رح ندرسها مع كل حال. الاوينار اكلام هي اللي بتتحرك باكبر قدر ممكن، مثل مين؟ عم بيقولوا لنا مثلا هلا شايفينه عظم الحوض. تمام، بربط لي ويلوك كيميه عظم الفخذ مع مين؟ مع اللين كيميك عظم الحوض،
هون هذا مسميه المنطقة اللي بالنص، رفتوت لي أول عضل، النوع الثاني مسميه الإكلام. أي نوع من أنواع الإكلام؟ هو الأوينار إكلام، واللي هو متحرك. تمام؟ طيب رح ناخذ كل واحد مع أمثلته. عم بيقولوا لنا الأوينار إكلام، أول واحد المتحركة وين موجودة؟ بالذراع، كول، بادك لاردا، بالساق، حركتي صغليان اكلم لاري لي الت تشيني، معناتها هون بنلاحظ موجوده بالذراع ان كان باليد او بالساق، هدول نحن بنقدر نحركهم، اذا هن بنستعملهم للحركه، ايدنا بتساعدنا انه نشتغل كثير شغلات، تمام؟ نفس الحكي الباجاكلار لحتى نقدر نمشي ونتحرك بنستعمل العظام او الجهاز السكلت سيستمي بشكل عام، فبنسميهم هدول اوينار اكلم لانه بيساعدوا على الحركه. الت تشيني، الت تشيني بيفرق عن الاوست تشيني، بتلاحظوا عندنا مين المتحرك؟ عظام الرأس كلها ثابتة، ما في عندي غير عظم واحد متحرك أصلاً، هو الفك السفلي الت تشيني، صح ولا لا؟ عم نحكي هلأ إيش بيتحرك عندي أنه عم بحكي؟ فقط السفلي، يعني عظم نسميه نحن الحنك أو صح ولا لا؟ الحنك، فبتلاحظوا السفلي هو اللي عم يتحرك، تمام؟ الت تشيني، فهو الإكلام الموجود هون نسميه أوينار إكلام. بيرينجي بي إكينجي أمور، يعني الفقرة الأولى اللي موجودة في الرقبة والثانية، بتلاحظوا وين الفقرات بتبلش؟ الأمورجا العمود الفقري بلش من الرقبة ونحن نازلين، الأول والثاني بنلاحظهم أرس إكلام لاردر، بين الفقرة الأولى والثانية يعني الموجودات بس بالرقبة هن أوينار إكلام، الباقي إيش هن؟ الموجودين بالعمود الفقري هن يارق أوينار، لأنه ما بنقدر نحرك إن العمود الفقري باقي الفقرات مثل أول سنتين. أوينار إكلام بولجاسين ده إكي كمي بيدبرين باغلاين. طبعا وظيفه الاكلام اصلا الوظيفه العامه للاكلام ايش هي؟ انه يربط لي ايكيكاميك او ايكيكامي بيربرينه باغلايان، اللي بيربط لي العظمين مع بعضهم، تمام؟ بعض القضام اولشن بليجامنت دانيلان، ايش هي الليجامنت؟ ليجامنت هي الاربطه، هو المفصل، لكن اول شيء من ايش مؤلف؟ مؤلف من بغضوكو، حكينا الاكلام بشكل عام مؤلف من بغضوكو، ماشي جديد ولا شيء متعلق بس بالاوينار بالثلاثه، لكن بالاضافه له متالف له قسم ثاني اللي هو الليجامنت اربطه بتربط لي العضلات كمان عليه، تمام؟ العضلات لانه العظم دائما مكسي من برا بعضلات بتساعده على الحركه. ليجامنت لاتشوك ميكتار دا كولاجين ليف اتشرين دم اكلم لري ديرانج ديرانج كازان درر لار، يعني عندي الليجامنت لير الاربطه الموجوده عندي هون بقلب المفصل مؤلفه من الكولاجين، ونحن من قبل وقت درسنا الكولاجين ان الكولاجين هي ماده تعطي مقاومه، تمام، للمنطقه المدافعه، فبتقول الكولاجين فيه كولاجين معناتها هو مقاومه من الصدمات للضغط، نفس الشيء هون المفصل وقت اللي بيكون فيه ماده الكولاجين ليفلري الياف الكولاجين بتساعده انه يكون مقاوم اكثر للصدمات والضغط. طيب بالنسبه لليارو اوينار القسم الثاني من المفاصل حركتلري قصطلدر، يعني سنورلدر احنا بنقوله محدوده ما لها حركه كامله. امورلار arasındaki kıkırdak diskler de bulunur. مثال موجوده لنا امورلار arasındaki kıkırdak diskler de bulunur، موجوده بين الفقرات من عدا الاولى والثانيه لانه الاولى والثانيه من قسم الاوينار اكلام. بويون ديس ده بل امورلار arasındaki eklemler yarı oynar eklemlere örnektir، معناتها كل الفقرات كل الامورلار من عدا الاولى والثانيه يعني الموجوده بالبويون الموجوده بالرقبه والجيوس والظهر والبل هي المنطقه الاسفل المنطقه اللي بسموها في العجزيه وفي بالعربي ما تكون مصلحه انه تحفظون هي بل اسمها هي الموجوده باخر اخر العمود الفقري، هذول الفقرات الموجوده كلهم المفاصل الموجوده فيهم هي يارو اوينار اكلملار، تمام؟ طبعا اخر قسم ضل عندي اياه واللي هو اوينامات اكلم، اوينامات يعني اللي ما بيتحرك ابدا كفطس يوز كيميكلري قلنا كل عظام الوش ما عدا الالتشيني هاريتش قلنا الالتشيني واللي هو السفلي الفك السفلي عظام الفك السفلي عندنا العظم الفك السفلي متحرك بس هذا والباقي كله ثابت صغرو بكويرو سوكومو امورلاري طبعا هون عم بيفرجونا الانواع الفقرات الثابته اوينامات اكلملر لبير ليش مشتر، تمام؟ عم بيقولوا لنا هدول الفقرات التنتين طبعا بيقسمونا وقت ناخذ الامورجا
كل عظمة أو كل فقرة، كل كم فقرة له اسم لحاله. مثلا هذا بيقول لك الفقرات الصدرية ليش موجودة بمنطقة الصدر، هاي المنطقة مثلا عجزية، هي المنطقة في الرقبة الرقبية، الفقرات الرقبية. هلا هون عم بيقولوا لنا آخر هدول متحدات مع مين؟ مع الأوينماز إكليملر، لأن هدول الأخيرات من الثابتات اللي أخذ بالعمود الفقري. تس تري ديشي جيبي جرينتي بيتش كنطية بسيا صاحب أولان بوك هيمي كلار تبرج بوكو ياردنيلا أوينا ميا جاك شكل دابير بيرلرية كاينا مشتر. يعني إنه اتحدوا مع بعضهم بحيث مع مين؟ مع الغضروف. يعني هدول ليش ما بيتحركوا؟ لأنه هدول المفاصل متحدة مع الغضروف اللي اسمه فيبروز دوكو، أخذناه من شوي، فيبروز واللي هو النوع الأخير من الكوكردات، متحدة مع هذا الغضروف بطريقة تخليه ثابتة، يعني مرتبطة معه بطريقة وثيقة للغضروف وللعظم، فما بيتحرك لهذا السبب. تمام؟ هذا لحد الآن عنده مشكلة بهدول الفقرات. طبعاً إيش مثلا مطلوب أنا إيش لازم أعرف بهي الفقرة؟ أهم شغلة أول شيء أميز بين الأنواع الثلاثة، إيش الفرق؟ واحد بيتحرك حركة كاملة، واحد لا حركة محدودة، واحد ما بيتحرك أبداً. المفاصل هذول الثلاثة الإكلام كل واحد مثال عليه. تمام؟ إذا عندكم شيء سؤال قولوا لي. لا كمل الفقرة اللي بعدها. في سؤال؟ هلا ضل على كل حال دقيقة و 17 ثانية وجالسة بتسكر. هل عم يسمعني عجب ولا لا؟ هسه عم نسمعك، انت بسمع السؤال لو سمحتي. تفضل عبادة. هسه هلا هسه هلا هذا تلخيصه هيك على كتاب عادي هسه ولا في تلخيص احسن من هيك؟ انه يعني هسه اسهل. بقدر ابعث تلخيص انا، ما في مشكله ابعث لك التلخيص. هلا هذا الكتاب اللي عندكم نفسه، ممكن اذا الكتاب جنبكم بتشوفوا انه نفسه. تمام؟ الملخص طبعا اسهل. يعني ليش لكن عم نشتغل بالكتاب لما بنشتغل بالملخص؟ تحبوا الملخص خلاص بكمل هالكاد دوكو. رح انزل هلا بعطيكم استراحه 10 دقائق بين الدرسين ونكمل يعني المعلومه رح تاخذوها نفسها على فكره، ما بتفرق ابدا، بس انه نفكر احسن عن بالملخص. طيب تمام ما في مشكله. على كل حال ضل اقل من دقيقه رح يتسكر الجلسه، معناتها بناخذ استراحه 10 دقائق، عيروا الساعه 10 دقائق ثانيه يعني بال 10 بال 52، هلا 42 دقيقه يعني 5:42 بال 5